ابنائي وبناتي طلبه وطالبات الصف الاول الاعدادي. طبعا احنا بقالنا كتير قوي ما شفناكوش، بقالنا حوالي 3 دقائق او دقيقتين ونص، ومعاكم بقى النهارده ومعايا استاذ حاتم خبير اللغه العربيه. وانا عاوز اقول يا استاذ حاتم حاجه، انت خبير كروي وانا عارف ان انت في الرياضه حاجه بسم الله ما شاء الله، ايوه فانا شاكك في موضوع النهارده اللي هو موضوع القراءه بتاع اولادنا، ان انت اللي مالفه يعني. انا لا لا، شاكك في كده هو موجود اصلا في المنهج. يعني، هو في المنهج ولا انت اللي طبعا مالفه؟ طبعا طب طبعا اتفضل. برحب باولادنا الاول قبل اي حاجه. اهلا بيكم، والنهارده الحلقه هتبقى لذيذه قوي لان هيبقى في خدوهات مع استاذ سعيد، لان احنا يعني ايه بننتمي الى مدرستين كرويتين مختلفتين. تماما. يعني بس ما النهارده شاء الله اعتبر نفسك كده قاعد قدام استاد القاهره مثلا. ده حقيقة مش والله. هنقول ديربي ديربي استاد الاهلي التعليميه، يعني والزمالك انا رسمي. النهارده استاد التعليميه. فاستاذ سعيد طبعا حضرتك زملكاوي الحمد صح لله كده؟ واهلي. والناس لا يعني الحمد لله وانا الحمد لله بفضل الله على نعمه ان انا اهلاوي، الحمد لله بفضل برضو، ربنا. احمد ربنا. طبعا الروح اللي ما بيني وما بين استاذ سعيد ما تحسش ان احنا مختلفين كرويا، لان ده المفروض اللي ايه اللي يبقى موجود فعلا في تمام المجتمع تمام اللي احنا عايشين فيه. احنا اهلي وزمالك قدام الشاشات بس، اهلي وزمالك في الملعب بس، لكن بره الملعب احنا كلنا اخوات. عدم التعصب، عدم يعني التعصب مفيش حاجه اسمها تاني وكده. بس حاتم عنوان برضو درسنا النهارده، عدم التعصب. هو درس بس مش عدم التعصب، يعني احنا بناخد ان الكوره يعني الدرس بتاعنا النهارده بيتكلم على الكوره ده صح حقيقي. كده؟ تمام. يعني على قد ما احنا بنكسب كتير على طول، ما فيش في مره لقيت استاذ سعيد قام خاصمني صح كده؟ على فكره انا اقول حاجه، ميزتين اتنين بيحملهم ناس، جمهور الاهلي وجمهور الزمالك، او مشجعي الاهلي ومشجعي الزمالك. مصريتهم اهم ده من حقيقه. اهل احنا الزمالك. انت في بيننا وبين بعض يعني، احنا نختلف لو احنا بنشجع واحنا قاعدين كده نقول، عارف اللي هي الفاظ الكوره بقى، واحنا اللي غلبناكم، احنا كنا بنلعب احسن، احنا كنا راكبين الماتش، الكلام اللي احنا دايما نقوله ده. ولكن في الاول والاخر نطلع اخوات، نشرب الحاجه الساقعه، نروح بيوتنا نقول والله كده الحمد لله اتفرجنا واتمتعنا. هو ده التشجيع، ومعموله على فكره الرياضه عموما معموله للتشجيع باجل هذا الهدف، اللي هو مش هدف التناحر ونضرب ده كلام كله خارج، مش هقول لك خارج الرياضه بقى، خارج كل الاعراف. انا هسال حضرتك سؤال صحيح. لو مصر بتلعب، انهي درجه زعلك اكتر لما بنخسر؟ هل في الهند، لا احنا كده كده بنزعل لو مصر خسرت، تمام، هل في الهاند بول، في كره اليد، ولا في كره القدم؟ كرة القدم. كره القدم اكتر. ليه؟ لان كره القدم بتمثل للعالم كله المرتبه الاولى من اهتمامات الناس كلها اكثر الشعبية الاولى، الشعبية الاولى طبعا. كرة القدم. طب انا كرة دلوقتي يا القدم. استاذ سعيد الدرس بتاعنا هنتكلم على ان نبذ التعصب النهارده. احنا الدرس ده كل مشجعي الكوره محتاجينه، لان في حاله احتقان ما بين الجماهير، تمام، سواء برشلونه ومدريد، سواء الاهلي والزمالك، سواء الكلام ده كله. طيب انا عايز اعرف دلوقتي احنا ايه عندنا مشكله. هل انا في مره مثلا احنا بنلاقي مثلا ممكن فرقه تخسر 6 او 5، بلاش 6 دي، ماشي؟ يعني احنا بنلاقي دايما ان اللي بيتاثر واللي بيتعب الجمهور مش اللعيبه. ده صحيح. يعني اللعيبه بتخرج من الماتش عادي زي الفل. ليه؟ لانه ممارس للرياضه، خلي بالك، يعني مش لهو لانه ما عندوش احساس، لا، لانه ممارس للرياضه. دايما اللي بيتاثر بالهزيمه الجمهور، اللعيبه بتتاثر لكن اللي بيتاثر اكتر الجمهور اكتر من الايه؟ من اللعيبه. ليه؟ او المشجعين اكتر من اللعيبه. ليه؟ لعدم ممارسه معظم افراد المجتمع او معظم افراد الجمهور للرياضه. طب انا عندي دلوقتي تعصب، فرقه خسرت، ايه المساوئ اللي بتطلع لي من الموضوع ده؟ عندي، هقول لحضرتك الاول، مشاكل ماتش خسر فريق وده لاعب متعصب، ايه الحاجات اللي ممكن تحصل؟ خد بالك بس انا اقول حاجه، يعني خارج نطاق الكوره وخارج نطاق التشجيع وخارج نطاق كل حاجه، من حق اي انسان يشجع على فكره، يعني زي ما انت قلت كده، انا لما اشجع ليفربول دلوقتي عشان خاطر محمد صلاح مش عيب ولا حرام ومش خطا، انا بشجع فريق اسمه ايه، فريق كروي، معايا مصري بقى مش مصري، عشان خاطر فلان، عشان خاطر علان، بس وانا بشجع، وانا بشجع احافظ على حاجه هم بيسموها كده ثبات انفعالي، انك تبقى انسان الروح الرياضية. ثابت كده وانت بتشجع كده، ما تبقاش. على فكره كم من ناس، وانا طبعا هو الاعمار بيد الله يعني، بس كم من افراد ماتوا بسبب التشجيع. تخيل انت ضيع حياته عشان مشجع، عشان تشجيع كوره، مش تقليل من الكوره، بس ليه؟ ليه الضغط يرتفع؟ وليه بحصل جلطات؟ وليه حصل ليه؟ لا عشان ايه؟ يبقى انا عندي هنا من مساوئ، اهو استاذ سعيد قالها، من مساوئ التعصب اول حاجه مساوئ صحيه، تمام، او مشكلات صحيه، دي احنا خدناها، تمام، ماشي. طب ايه المشكله الثانيه في التعصب؟ ان انا بيبقى عندي حاله من حالات الفوضى في المجتمع، وزي ما احنا بنشوف بعض الفرق بعد ما بتخسر بيخرج الجمهور يكسر
ايوه طبعا المدرجات طبعا. يخرج بره الملعب يشتبكوا مع بعض، بيحصل لي حاله من حالات الفوضى. يبقى انا عندي التعصب ده يا جماعه لازم انت، انا بقول لك ايه، خلاص الماتش انتهى، لازم يكون عندك روح رياضيه. الاهلي كسب الزمالك خسر مش فارق يعني، او يعني الزمالك الاهلي كسب معلش هي مش مقصود لا بس احنا متعودين عليها، الاهلي كسب او الزمالك كسب ما هياش فرق يعني، الموضوع بالنسبه لنا ما هوش فارق. لكن القصه قصه ايه، ان انا اخرج من المباراه افصل وابدا اعيش حياتي عادي جدا. يبقى انا عندي مشاكل صحيه بتسبب الامراض، اتنين مشاكل اجتماعيه، حاله الفوضى اللي لما فريق ما بيرضاش بالهزيمه طبعا طبعا، بجانب حاله اقتصاديه بقى. ليه؟ ان في بعض الناس من شده تعصبه من الكوره بيسيب شغله وبيروح فين، يطلع طبعا. يتفرج على المباراه، يطلع على الاستاد، يطلع على الكافيه على القهوه يتفرج على الماتش، يروح البيت ويعطل شغله عشان يتفرج على الماتش. يبقى انا عندي ثلاث مساوئ صحيه الامراض اللي بتسببها، اتنين اجتماعيه سبب حالات الفوضى اللي بتعقد بعض المباريات اللي بتنتهي بهزيمه احد الفرق وجمهوره لم يتقبل الهزيمه، ثلاثه اللي هي الحاله الايه الاقتصاديه، ان انا عندي بعض اللعيبه بعض الجمهور بيسيب شغله ويروح يتفرج على الماتش، بجانب شغله. اعمال الشغب اللي بتحصل بتؤدي برضك الى خسائر ايه هو اقتصادية. تخريب وحاله كده من حالات الفوضى زي ما حضرتك قلت، احنا قلنا اقتصاديا يعني معناه ما راحش شغله يعني عطل حاجه، ده الدرس بتاعنا على فكره الانتاج يعني، ده الدرس بتاعنا. بس انا بس عشان الاستاذ حاتم، لان الاستاذ حاتم برده كان كعبه عالي قوي في حته والاهلي كسب والاهلي كسب، احنا الزمالك عشان بس جمهور الزمالك اللي بيتابعنا من اولادنا اسمها مدرسه الفن والهندسه، فعشان كده احنا بنلعب كرة حلوه للمزاج وليس للمكسب والتناحر والحاجات دي، احنا الجمهور بتاعنا جمهور مشجع. لا والاهلي مدرسه على الهواء طبعا. شفت بقى الحاجه اللي صح، احنا زمالك مدرسه والاهلي لسه في الفصل ما خرجش. تحتل لعبه كره القدم مكانه عالميه، وضح ذلك. طبعا عندي السؤال بيقول احتلت كره القدم هذه المكانه لما لها من تاثير ساحر على عقول الناس وعلى مستوى العالم، واصبح لها بطولات عالميه مثل كاس العالم او قاريه يعني تبعا للقارة مثل كأس الأمم الإفريقية وكأس الأمم الأوروبية وكأس أمريكا اللاتينية اللي انتوا بتسموها كوبا أمريكا. أيوة. طيب سؤال برا يعني. المنهج كرة القدم تساوي من مكتشف، من مخترع، مين الانجليز. صاحب السيستم؟ الانجليز طبعا. طبعا هي انجلترا او الانجليز او طبعا الاستعمار الانجليزي. ده انا معاك للصبح على فكرة. تعال نشوف كده ما هي طبعا منظمة الصحة العالمية وما الدور الذي تقوم به، وكلمة صحة شوف احنا لسه بنتكلم صحة يعني ايه صحه، حتى المبادرات اللي بتحصل صحيه اللي دلوقتي عايشه بيها هي منظمه الصحه اللي بتقوم بيها. منظمه الصحه ما هي والدور اللي بتقوم بيه؟ هي منظمه تابعه للامم المتحده مسؤوله عن معالجه المسائل الصحيه العالميه وتحسين وضع الفرد الصحي ومنع انتشار الامراض والاوبئه خصوصا بقى صحه. انا بس عاوز اقول لاولادنا حتى بيزود المعلومه، دايما المنظمات العالميه دي لهم اهتمامات بالدول الفقيره. يعني خد بالك ان في دول دلوقتي مثلا الدول الغنيه او الدول اللي مش محتاجه حتى منظمه ترعى، لان انا عندي كل وسائل الصحيه ووسائل الراحه، لكن المنظمات دي لازم تهتم في الاساس بالدول الفقيره زي الدول مثلا المعدمه في جنوب افريقيا، زي مش جنوب افريقيا كدوله، جنوب افريقيا اللي هي جنوب القاره الافريقيه، زي هي المنظمات دي انشئت من اجل هؤلاء طبعا عشان خاطر تحد من ايه يعني منظمات الصحه العالميه دي بتعمل حاله تبعت قوافل طبيه زي القوافل التعليميه بتاعتنا تمام. بنقول نشر وعي صحي في الدول الفقيره وفي الدول العالميه كمان، لما بيبقى في وباء او في اي نوع من انواع الامراض المنتشره عفوا بيبقى منظمه الصحه العالميه بيبقى ليها جهد كبير جدا في ان هم يحدوا من هذه الامراض. للتعصب الكروي اخطار كثيره، وضحها اللي انت لسه بتتكلم. نعم. تعصب كروي خطر، يعني انا متعصب لفريق معين انا بشجعه، الخطر اللي بيجي عليا اولا لما اسمعت الدراسات الطبيه ان الجو ايه بقى، دمجناهم كلهم في السؤال ده وبعد كده هنفرطهم كلهم مع بعض. تمام. اول حاجه عندي زي ما احنا شايفين قدام الشاشه، اثبتت الدراسات الطبيه ان الجو المملوء بالحماس، ممتلئ بالحماس، مباراه كره القدم والاهتمام، مهتم ومركز قوي، والانفعالات مع كل هجمه والتوتر مع كل هجمه ضدك الذي يصاحب المباريات يزيد من الافرازات لهرمونات التوتر في الغدد الصماء الى الدوره الدمويه. يبقى هرمونات توتر يعني زياده ضغط يعني انفعال يعني ممكن يؤدي الى وفاه كمان. لا يعني بنقول يا رب كده على فكره. وفي كم من جمهور ما هو انا دايما اقولها ليه، جمهور يعني ايه جمهور قاعد حرقه الاعصاب، ما احنا بنسميها بقى مش طبيا هو افراز هرمونات. هرمون توتر ده يعني ايه؟ قاعد قلقان، قاعد مشدود، قاعد في هجمه، قاعد كذا. من حقك بس بهدوء، من حقك تنفعل، بس الانفعال المحمود زي ما بيقولوا كده، الانفعال الصحي، انك بتشجع صحيا. الكوره اتعملت في الاساس اسمها رياضه،
الرياضه دي عشان تعمل ايه؟ تغذي العقل، لتحسين صحه. اه طبعا، يعني انت 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 ديننا الاسلامي وكل الاديان تنادي بانك ايه؟ صحه البدن، صحه الانسان. الصحه دي بتيجي منين؟ ممارسه الرياضه. سيدنا عمر لما يقول علموا اولادكم، كلمه علموا اولادكم دي الفروسيه والحاجات اللي هي ركوب الخيل كانت في الاساس ما هي رياضه. ايوه نعم، كره القدم، القدم ما كانتش موجوده في الوقت ده، بس الاول ممارسه الايه؟ الرياضه عشان فعلا تحسن من الصحه، مش تضرها بقى للاسف. كما يزيد، شفت بقى الحته دي بقى، الهرمون طبعا الادرينالين ده، والذي يؤدي الى ضبط مستوى السكر في الدم ومعدل الضغط. وفعلا والله كل مشجعي الكره تلاقي عنده سكر وعنده ضغط، او المتعصب مش المشجع. ليه؟ برضو من ده الهرمون اللي احنا قلنا عليه. وممكن يجي سؤال، ايه هو الهرمون المسؤول عن اللي هو ده ضبط مستوى السكر في الدم؟ الادرينالين. ولازم يبقى اولادنا عارفينها. اه، والادرينالين ده في حاجه غريبه قوي في جسم الانسان، سبحان الله، ربنا مديك هديه المفروض ان انت تهتم بيها. ان اي حاجه او اي جزء موجود في جسم الانسان، اي جزء، يعني مثلا نقول السكر مثلا، السكر لو زاد يسبب امراض، لو قل يسبب امراض. تمام. انا لازم عندي ليميت معين. الادرينالين في دم الانسان او في جسم الانسان، يعني لو في حد طبيب يعني سمعنا، لو في تصحيح، هي موجوده في الكتاب ان الادرينالين ليه قدر معين يواجه بيه هرمون التوتر. لو زاد التوتر الادرينالين بايه بيزيد، فبيؤدي الى زياده في ضربات الايه القلب، وزياده في ضغط الدم، وربما يسبب يعني ربنا يشفي الناس كلها وما يجيبش حد حاجه وحشه، بيجيب لهم ممكن يسبب الوفاه بالسكته القلبيه. سبحان الله. نعم. يعني ده حاجه ربنا سبحانه وتعالى جعلها عندنا. احنا قلنا زي مقياس الادرينالين، مقياس ريختر اللي هو بيحاول بقى عشان يظبط الحكايه، لو حصل بقى زلزال في زياده بقى توتر وحاجه دي بتدمر كل الاجهزه وتدمر كل حاجه. يزيد ايضا من سرعه ضربات القلب وتجلط الشرايين والعياذ بالله، مما يؤدي في النهايه الى السكته ايه؟ القلبيه. وقد يؤدي التوتر في بعض الحالات الى حدوث عجز عصبي او شلل نصفي، خاصه عند الافراد الذين يعانون من تاريخ وراثي في امراض القلب والسكر. حتى تلاحظ نفسك انك انت بعد ممكن واحد مش ماتش، مش شرط ان يكون في مباراه كره قدم، تلاقي نفسك بعد ما تتعرض لحاله عصبيه تيجي تمسك الكوبايه او تمسك كوبايه الشاي او القهوه، تلاقي نفسك ايديك بتهتز لان حصل خلل. تمام. في الايه؟ في الجهاز العصبي بتاع جسم الانسان بسبب الانفعال الشديد او التوتر الزائد. انا عندي نصيحه بقى كده، وطبعا انا هقول نصيحه اسلاميه وكل الاديان اكيد فيها اللي انا هقوله ده، ان انت في حاله توتر، في حاله اي فصل كده بحاله اللي هي انفعاليه زي ما انت بتقول، استغفر ربنا. ربنا امرنا بحاجه اسمها الاستغفار والصلاه على سيدنا محمد. تستغفر ربنا وتصلي على سيدنا محمد، هتلاقي الدنيا كلها بالنسبه لك حصل حاله من حالات الهدوء. طبعا انا بقول ده اسلاميا، واكيد طبعا الاستغفار موجود في كل الاديان، كل الحاجات اللي موجوده، الاستغفار موجود في كل الاديان، والاستغفار بيهدي من الاعصاب بتاعت البني ادم. الرجوع الى الله، الرجوع الى الله في كل حالات توتر وقفل التلفزيون. او غيرها طبعا ده رسمي، وقفل التلفزيون او ما يقفلش مدرسه على وايه فيلم يعني. طبعا على فكره، او لو انت عاوز ترتاح والماتش ده كان في ميعاد مدرسه على الهواء، ارجع لمدرسه على الهواء، تلاقي نفسك ارتحت وبقيت ريلاكسيشن زي ما بيسموه. كما ان التعصب الكروي له خطوره شديده، حيث انه بص كده ينشر حاله اللي لسه بتقولها من الفوضى والعنف في المجتمع. يبقى ده هنا عندي مساوئ التعصب اجتماعيا وامنيا، ان بيخلي حال التعصب بعد المباراه الناس كلها بتضرب في بعضها، الناس كلها بتكسر المدرجات، بتخرب في الدنيا، كل ده عشان ما تحملش الايه الهزيمه. تمام. كما ان بعض المتعصبين لفرقهم يقضون اوقاتا طويله في متابعه مباريات كره القدم حتى على حساب اعمالهم وكسب عيشهم. يبقى ده المشكله كارثة. الاقتصاديه بقى طبعا كارثة. يعني دي الاضرار الاقتصاديه تتفرج على الماتش وبلاش الفرجه برضو مش حرام. خد بالك ان انت بتخرج حتى من نطاق العمل، انت ممكن تتفرج على الماتش وانت في العمل، بس انت عشان عارف نفسك وانفعالاتك وطريقتك في التشجيع، ما انا ممكن دلوقتي اتفرج على الماتش، ايه المشكله؟ لو انا بستمتع بكره في قدم او برياضه ما عنديش مشكله، انا ممكن استمتع لفتره ايه هي كلها ده ساعه ونص، مش معضله قوي. ولكن عشان انت بتقبل قبليها بساعه ونص وبعديها بسبع ساعات حاله من حالات الغليان، بتضيع وقت كتير قوي، بتضيع صحه وبتضيع مجهود وبتضيع كل حاجه اصلا. طبعا ما الذي اوصت به منظمه الصحه العالميه؟ طبعا اوصت منظمه الصحه العالميه بتفادي المخاطر الصحيه التي تنتج عن التعصب الكروي. يبقى لا تعصب، لا للتعصب، لا تعصب يعني هقولها تاني وعشرين وبقولها، تعصب لبلدك، تعصب لمصر، تعصب لابوك، تعصب لاخوك. اخوك دلوقتي شوف بص كلمه التعصب دي، كلمه التعصب بقى انا بقول تعصب يعني ايه؟ حب بزياده. انا هسميها دلوقتي كده، حب قوي قوي بزياده بلدك، امك، ابوك، مذاكرتك، هو ده التعصب. الرياضه دي رياضه يا جماعه، حتى وانت بتبتسم اتهزمت، يا جماعه بكره ان شاء الله هنعوض.
ايه المشكله يعني؟ التزمنا النهارده بكره في ماتش تاني، بعده في ماتش تالت، بعده في راح دوري، هيجي كاس، راح الاثنين، هيجي لك برضه كونفدراليه. ولو في لو في زمايلك بيضايقوك اقفل التليفون ورايح بس وخلاص. السيد قعد 5 سنين قافل التليفون. طبعا كيف يتم علاج حاله التعصب الرياضي؟ طبعا بممارسه الرياضه. ما احنا قلنا ايه؟ الفريق بيخسر تمام 3-4-0، تلاقي اللعيبه خارجه وبتهزر في الاتوبيس، يعني زعلانه شويه. مين اللي بيتحلق دمه؟ هو الجمهور. الجمهور ليه؟ ليه؟ انا مش بتكلم في ان اللعيبه، قلت بردك مش ان هم ما عندهمش احساس، لا، اللاعب كده كده بيمارس رياضه، فشويه الرياضه بتفرز هرمون في جسمه. أيوه. بتخليه يبقى مضاد للتوتر اكتر. انا قاعد على الكرسي، قاعد عم اتفرج على الماتش، حرقت في دمي يعني، والعياذ بالله. بقى الناس اللي بيحصل لهم ايه؟ ضغط الدم عنده يرتفع، يبدا يشعر بالايه؟ بالتعب. يبقى انا اعمل ايه؟ امارس رياضه، اخلي ميعاد الجيم بتاعك بعد الماتش على طول. وتروح نفسك بتعملها. اه في ناس بتعمل كده. الماتشات نفسها حتى ساعات اللي هي الكره الخماسيه لما تعوز تلعب بتبقى تلعبها تهدي نفسك انت بقى، انت لسه فريقك مثلا مغلوب قوي طالع عينك قوي، تروح تنفس عن ده في رياضه انت بتمارسها مثلا مع زمايلك، رياضه كره خماسيه، تلعب تجري. بص كل ده حاجه صح. بص يا استاذ سعيد، انا هقول لحضرتك على حاجه، يعني حضرتك عارف كويس ان انا بشجع كوره. في مره كنت في الجيم والماتش شغال والاهلي خسر، ما حسيتش بالخساره. حلو. لان لما كنت بمارس الرياضه ما حسيتش بيها زي ما بحسها وانا قاعد قدام شاشه التلفزيون. انت خرجت شحنات التوتر. خرجتها ايه؟ شفت خرجتها صحيا. الادرينالين في اللحظه دي عمل ايه؟ ما كانش ماتش مهم قوي، عمل التوازن. حتى لو مهم احنا بنتكلم على اني في اللحظه دي، لا بس انا فعلا صح. انا ممارسه الرياضه في التوقيت ده، بس في التوقيت ده وانا شغال والشاشات شغاله قدامي في جيمنيزيوم، ما حسيتش بالهزيمه، لان انا ما بحبش الخساره، سواء كنت بلعب او سواء كنت مشجع، انا ما بحبش اخسر. فلما كنت بتفرج ولقيت حسيت ايه ده الرياضه جميله جدا. يبقى احنا هنا دي دعوه لممارسه الايه؟ الرياضه طبعا، لان دايما حتى لما يكون الحاجه بيدك انت، يعني بيدك يعني ايه؟ عشان كده كان لسه بس حاتم بيتكلم في ان لعيب الكوره يحس مرات الهزيمه بس ما يحسهاش قوي، لانها كانت بايده. ساعات هو يأني بنفسه يقول لك انا قدامي فرصه ان انا اجيبها، لكن الجمهور يعني عيني عليا، بيبقى قدامه حاجه، هاتها بقى، هات الكوره بقى، عارف الشده دي، ما هو مش بايدك، مش في رجلك انت، انت مش عارف تعمل حاجه. لكن اللعيب عشان فرغ شحنته في شوطه شاطها، في جاريه جريها، في دنيته اللي عملها، في انه ادى اللي عليه بس ربنا ما قرضش، كل ده كلام جميل قوي. عشان كده الرياضه وممارسه الرياضه تخرج الانسان من حاله توتر ممكن تؤدي اليه في الاخر للاصابه بالامراض. ما مخاطر التعصب الكروي اجتماعيا؟ التعصب الكروي له خطوره شديده، حيث انه ينشر حاله من الفوضى والعنف في المجتمع. يبقى عنف. طب ايه السبب؟ لان الفريق المهزوم لا يتقبل الايه؟ لا يتقبل الهزيمه. هي للاسف. على فكره وساعات بقى، وده دعوه، شوف انت لسه كنت بتقول ايه بقى، في ساعات فرق بتتغلب جمهورها هو اللي بيتحرق دمه. في بعض الفرق وللاسف خلينا نقول انها عاده بقت منتشره شويه، ان هم اللي بيؤدي للجمهور بده، ان انت تؤدي لجمهورك ان هو يتعصب. انت كلاعب ممارس رياضه ودنيا كل اللي انت بتقولها دي، تخلي الجمهور عندك يتشد. لا على العكس تماما، يعني ان انا اقول والله الحاله، عارف لما بتطلع بايمانيات عاليه والله وانت بتكلم الناس، الجمهور نفسه بيتحرج. يعني انت لما تقول ده قدر الله وما شاء فعل، احنا عارف كلمه ايمانيات دي بتزود عندك انت جواك شحنات انك تهدي نفسك. لان زي ما انا قلت لك دلوقتي، انت تخرج من حاله حزن مثلا بايه؟ الاستغفار. استغفارك يعني تقربك لربنا. طب ربنا اراد ليك الهزيمه في مباراه مثلا، هل دي نهايه الكون؟ طبعا سبحان الله. خلينا نقول الصبر 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 في حاله الهزيمه. نقول بقى ما الذي يؤدي الى سرعه ضربات القلب؟ زياده نسبه الادرينالين في الجسم. يعني توتر، يعني زياده سرعه ضربات قلب، يعني الادرينالين زاد، يعني دنيا هتعمل بلاوي في جسم الانسان. طبعا ما المقصود بالسكته القلبيه؟ على فكره يعني انا عاوز اقول بس ان الدرس هو ده طبيعه الدرس. الدرس طبيعته زي القراءه الحره اللي احنا كنا لسه بنقولها لاولادنا بتوع سته ابتدائي كده، القراءه المتحرره. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي كلام عام بقراه في الجرائد، بقراه في المجلات، بسمعه في برامج التوك شو، بسمعه في البرامج الصحيه، كل دي كلام احنا بنقوله معاكم على الهواء دلوقتي. ان حاجات طبيه، حاجات رياضيه، حاجات اجتماعيه، كل ده حاجات احنا لازم نعيشها. الدرس ده جه في مره استاذ سعيد في امتحان، ولقيت ولادنا اللي كنت بصحح لهم الامتحان كاتبين افكار مش موجوده في الدرس.
جميل، ودي كانت حاجه جميله جدا، جميله جدا. آه طبعا هم في الكره يبدعوا حدس ولا حرج. ما هو انت آه يعني اولادنا لو 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 قلبوا المنهج آه لمنهج كروي الشعب المصري كله بدل بدل ما تبقى حصص الأول. تبقى مباريات اه لا معلومه. قول لي ده بيلعب ايه، ده بقول لي ده كذا، ده قول لي كذا، يا سلام. واسمها اصطلاحات كرويه ملهاش حل، ملهاش حل مع الاولاد. طيب مقصود قلنا خلاص عمليه السكته الدماء القلبيه، تجلط مفاجئ للدم طبعا، بتعمل حاجه يعني زي ما بيقولوا كده، التجلط ده بيوقف بقى السريان اللي عندنا، امتلاء القلب الدم، عدم القدره على العمل، التوقف عن ضخ الدم، والعياذ بالله ربنا ما يوريش دي من ضمن معاني الكلمات. يعني السؤال ده من ضمن معاني الكلمات. جميل. طيب يؤثر التعصب الكروي على اداء الاعمال؟ وضح ذلك مما فهمت من الموضوع. زي ما قلناها طبعا بسرعه كده، ان المتعصبين يتركون اعمالهم من اجل مشاهده مباريات كره القدم. السؤال اللي يبقى انا كده خلي بالي، يبقى انا عندي هنا خدنا عيوب اجتماعيه او اضرار صحيه اللي هو بيسبب بعض الامراض زي امراض القلب، زي الضغط، زي السكر، وعندي برضك ممكن يسبب شلل نصفي، وممكن يسبب خلل عصبي، وفي نفس الوقت عندي اضرار اجتماعيه، قلنا حاله الفوضى، اضرار اقتصاديه اللي هو بعض الناس بتسيب العمل بتاعهم كده. خلصت المباراه. ماتش خلص، والمباراه ما بيني وبين الاستاذ حاتم انتهت، وبقول لكم من الفائز، ده سؤال الحلقة النهاردة. بس قبل ما نقول من الفائز وتجاوبونا في الحلقة الجاية، اقول لكم شكرا استاذ حاتم. شكرا سعيد. شكرا لأولادنا، وشكرا لكل الناس اللي تابعونا، وفي وعد بقى بلقاء في مباراة اخرى قادمة، انتظرونا ان شاء الله.